اهلا وسهلا فيكم احبائي المشاهدين بحلقه جديده من برنامج سيداتي انساتي بوعدكم انه اليوم الحلقه رح تكون شوي مثيره للجدل اليوم شويه سيدات وانسات رح تقعد على طرف الكنبايه وتتحذر ليش يمكن اخترنا هيدي الحلقه بالذات وليش عم نختار نناقش هالمواضيع بالذات اليوم موضوعنا عن الامثال الشائعه اللي بتتناول الامراه هل هذه الأمثال صدقت أو اللي قالوا هاي الأمثال صدقوا أم أجحفوا فيما قالوا؟ انتظرونا بعد الإستراحة لنعيش هذا الموضوع مع ضيفتنا أحبائي المشاهدين مثل ما وعدناكم قبل الإستراحة اليوم موضوعنا كثير مثير للجدل رح نناقش فيه الأمثال الشعبية الشائعة بالعالم العربي وحتى بالعالم اللي بيتناول الإمرأة معنا بالاستوديو السيدة بسمة منير عبد المسيح مرحب فيكي حضرتك مديرة برامج في قناة الوعد وضيفة عزيزة أكيد شكراً لك والبيت بيتك واليوم رح نناقش الأمثال الشعبية امثال عن الامثال الشعبيه اللي يمكن بتذم بالامراه او يمكن بتقول بحسنات بتحكي بحسنات المراه بس اول شيء عن اهميه الكلام والتعابير يمكن عنده يعني هل عنده تاثير على الانسان هالكلام او هال اللي بنستعملها كل يوم بالمجتمع او ما لها اي تاثير ممكن. كثير مهم هالسؤال لان احنا كثير بنستخف بكلامنا وبالاشياء اللي عم نقولها ردا على جوابك وبشكرك على استضافتي في أهلا اليوم هلا وسهلاً فيكي منوره انت طبعا آه. حضرتك فنرجع ل لموضوع ال الكلام الكلام إله تاثير كثير كثير كبير اكبر مما نحن نتخيل لانه هو طاقه هو عباره عن طاقه اي كلمه فيها هلا ما راح احكي على موضوع الطاقه بس أنه الكلمة ممكن تأثر عليك سلبا أو إيجابا وتؤثر علي أنا اللي قلتها سلبا أو إيجابا مم. وخلينا نحطها بغير صورة اللي هي نحط هالسحر حول كل كلمة لأن الكلمة يعني مفعولة فعل السحر مع أنه لا نؤمن بالسحر لكن يمكن أن تصنع معجزات ويمكن أن تدمر دمار يعني مهول ومؤلم صح. فلهذا يجب أن نهتم بكل ما يقال وما يقرا وما يكتب وما ينقل مم. هذا هو اهميته خاصه اذا كان شائع ومتكرر يعني اذا اذا الجمله دائما بنقولها او الشخص دائما بيسمعها او الامراه يمكن دائما بتسمعها مثل ما هلا رح نشوف يمكن الشخص بيصير يقول ليش بدي اتغير ما دام كل الاقوال اللي عني هي اقوال سلبيه او اقوال ما عم غير الناحيه السلبيه مني يعني كلنا بنعرف انه اوقات كثير الكلمه مثل السيف بيقولوا حد قاطع كالسيف تمام. يعني هل يعني وقتا من شدد على يعني نحن اليوم عم نحكي أو عم نجيب أمثلة من كلام عم تسمعوا هالأمرأة العربية كل يوم صحيح وعم تسمعوا المرأة في العالم كمان طبعا ومثل ما قلتي بما أنه هو أمثال شعبية متداولة وحكم وأقوال ومش بس العالم العربي يختص فيها لا العالم كله يعني يمكن من اكثر الكتب اللي تجذب انتباهي هي احلى ما قيل في الرجل والمراه احلى ما قيل في الحكمه درر وحكم وما بعرف شو انه في عندي كثير بمكتبتي الخاصه في عندي كثير من هالكتب صح. ولما بترجعي تشوفي شو هو المنقول والمكتوب عن المراه بالتحديد بتشوفي انه بالفعل ممكن يكون يشكل لك تاثير سلبي وتفكري انه ما في فايده اذا الناس كلها بتفكر هيك عن المراه بالمجتمع العربي فخلينا نستسلم للوضع وخلص نعمل مثل ما عم يقول المثل بس انا بدي اسالك سؤال هون قبل ما نبلش هلا بنشر نشر الغسيل الموجود بالامثال بيقولوا دائما وبعرف بالمجتمع اللبناني بيقولوا ما في مثل غلط يعني نحن ليش عم نعمل اليوم هذه الحلقه؟ ليش عم نناقش هذا الموضوع؟ حتى ما يفهمونا غلط النساء يعني احنا مش عم نعارض هدول الامثال، في امثال صح وهالامثال انكتبت لان في لها يعني لنقول سبب لانه بيقولوا ما في مثل غلط، بس احنا ليش اليوم عم ناخذ هالامثال وعم نناقشهم هلا خلينا كمان ما في مثل غلط يعني في باب وجواب مثل ما ما بيقولوا لان انه الامثال هي عباره عن شو؟ هي عباره عن تجارب انسانيه صح ممكن أنتي تكتبي مثل ويتم تداوله بعد شي عشرة سنين <applause> صعبه هيك صارت الامثال صح <applause> وفي حكماء مش ضروري يكونوا اصلا متدينين يعني في كثير من الحكماء المعروفين عبر التاريخ ما كان لهم دين معين ناخذ حكمتهم من بلاد الصين مثلا طيب نحن شو دخلنا ايه صح انه غير يعني غير مجتمعات وغير اختبارات فكمان لهي لازم الحذر من المثل اللي قيل اي ما تقيل مين اللي قالوا كيف صح انكتب لين كتب لان في امثال يمكن تجربه شاعر مع امراه واحده رح يكتب عنا سطر وكلنا نحفظه وبعدين هو مع امراه واحده يعني ورته الويل يمكن ايه وبعد انه بس انترك وبعدين اللي راح يتداول هذا الشيء يمكن أه. التقى بامراه اخرى بتشبه هذيك الامراه اللي ما... يمكن مش حتى ما نعمم أه. يعني هالامثال ما لنا للتعميم أكيد. هي امثال صارت يمكن اختبار صار مره من هالزمن و... اكيد لان المثل نرجع نقول المثل مش هو كلام مقدس مش هو شريعه هو مثل اقيل يعني الشعوب كلها تتغير على مر الزمان ونظرتنا اصلا تتغير مثل ما عم, أه عم نحكي. هلا اليوم نحن بدنا نقول هالامثال اللي كثير شائعه، اول شيء بدي اسالك برايك بي ليش كثير في امثال عم تد يعني أه بتتداول المراه او صفه من صفات المراه او أه شيء عن المراه؟ طيب أنا أنا بدي بدي بحكي من منطلق إيجابي أيه. أنا اللي بحطه ببالي وإن شاء الله كلنا نحطه ببالنا النساء العربيات بصورة خاصة إنه لأن قيمة المرأة كبيرة جداً. آه. لان نحن مهمين جدا في المجتمع إيه فكتير من الحكي بيصير حوالينا حلو نبلش بايجابيه مع هالحلقه لانه هلا رح نبلش بشويه امثال خلينا نشوف اذا مع حق معن حق بهالمثل او ما معهم حق في اقوال كثير عن مثلا أه رح لك هلا المثل وقولي لي شو رايك بس اكيد احنا خلينا نقول في صفه تلصق بالامراه انه بتحب النميمه وكثره الحكي وانه ما فيها تخبي خبريه ببطنها وانا آه ريت على بعثوا لي مسج هدي كمان لانه اذا في امراه خرسه ما بتحكي اذا بتسلميها سر تنطق انه <applause> سير في عجيبه هو والم... الفكره هي انه النساء هن بعد الصحافه افضل وسيله لنقل الاخبار <applause> يعني انه انه هلا هي من ناحيه ما مذمي ممكن تكون لان لان حقيقه يعني نادرا ما بتشوفي النساء يقللنا الكلام يعني يعني صفة طبيعية عند المرأة هي. يمكن إنه 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 ربنا خلقها مرافقة أو رفيقة للرجل أه. حتى تسليه وحتى تكون معه والرجل أصلا بحب الصمت هو أحيانا لما بيكون مزعوج بس بحب حدا يسلي يسليه هي بتحكي وهو بي أه. بيسمع يعني يعني هلا الخبر أو هالحكمة أو القول ما نخلي حكمة إيه. هو في له مجال من الصحة وفي له مجال من الظلم نوعا ما لان كانما نحن وكاله اخبار ننقل شو ما كان آه. هون بيكون في خطوره آه. بقى اخبار من الاخبار الجرائد الصفراء ولا ولا اخبار علمية ولا اخبار نميمه وذم وكره يعني هون تكمن الخطوره لان نشره الاخبار بتسمع فيها كل شيء آه. هل هل المراه المفروض اللي احنا عم نخاطبها اليوم هل المرأة المؤمنة التقية المفروض تكون مثل أي محطة أخبار ولا تنتقي الأخبار بس هل يجب أصلا أنه تمارس هل هلشي الطبيعي اللي هي موجود ببنيتها في في شغله كثير لفتت انتباهي بالكتاب المقدس عن مثلا خلينا نقول اه المسيح نفسه يعني نظر إلى هالنقطة هاي كأنها موهبة صح عند المرأة صح وأكيد أنت بتتذكري بس عطيتني مجال حتى أنا أحكي في عنا المرأة السامرية مثلا صح لما راحوا قابلوا وحكي معها خبرها عن أسرار حياتها وهالمرأة الواحدة يعني نشرت الخبر خبرت في كل الضيعة يعني خبرت كل الضيعة وكل الضيعة آمنوا بالمسيح نتيجة نقل هالخبر من خلال المرأة صح. يعني المرأة مثلا ما قالها اه انت لا تروحي لا تحكي م. لا تنشري الاخبار مثل عوايدكم انتم يا زلمه ايه آه، عارف عارف انه رح, رح تنتشر يعني شوفي استثمر هالصفه بطريقه ايجابيه وخلاها تنقل الخبر صح. كمان اخبار تانية عن النساء بعد قيامه المسيح صح النساء المسيح قام. لما راحوا اول من راحوا على القبر والملائكه شافون وقالوا لهم انه عندنا خبريه عندنا بشاره روحوا انقلوا بشاره م -م. روحوا صيروا وكالة أخبار حتى تنقلوا أخبار قيامة السيد المسيح وهيك كانوا وكالة أخبار ونشروا خبر بشارة فلازم ننتقي أيضا الأخبار اللي ممكن ننشرها عن طريق الكلام صحيح أنا بعتقد أهم شيء أنه يكون عندنا هالمصفات انه هل الخبر بيزيد بيزيد الشر بيزيد الحقد بيعمل مثلا مشكل بالبيت بيعمل مشكل لجيراني بيعمل مشكل لزوجي بعدين هذا الخبر مش خبر حلو لازم ينتقل يعني ويمكن الخبر الحلو اللي بيطر الاجواء يمكن اكثر هو الخبر لازم ينتقل بس بالنهايه نحن بنشجع الموهبه <applause> اذا كانت صح مثل ما قلتي بالضبط يعني بس مع شويه فلتر انه اذا هي طبيعتنا انه خليها موجوده معنا بس نتحكم كيف كيف نستثمرها في مثل اسباني بيقول من كان له امراه اختار لنفسه عدوا <applause> بترجع انا حسب رايي يمكن بترجع اكثر لان المراه والرجل لما خصوصا الزوج والزوجه انه المراه هي من تراقب تصرفات الرجل فبترجع على البيت بتقول له هيك 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 انت عملت لا هيك 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 فالنقد اللي يحصل داخل نطاق الحياه الزوجيه ممكن ان يساء فهمه اعتمادا على طريقه النقد مم. هل هو بالفعل بناء أم هو غير بناء مم. بس كمان بترجع لطبيعه الامراه يعني الامراه بتغضب بطريقه مختلفه بتحاسب مم. بطريقه مختلفه عن الرجل بت مثل ما حضرتك قلتي بتعاتب بطريقه مختلفه عن الرجل الرجل رح ياخذ هذا الشيء يمكن وكانه اضطهاد بس هو لا يعني هي هو طريقته مختلفه عن ال... عن الرجل هلا اليوم ننصحها تخفف شوي هي؟ يعني بس بس كمان شوفي يعني هالرجل اللي كتب هالكلمه انه اكيد اعتبر نقد المراه اللي هو ممكن كان يكون لصالحه ولصالح العيلة اعتبره عداوه صح فالمفروض المراه تهتم انه حتى في حال انه بدها تعطي نقد بناء للزوج لازم يكون بمحبه لازم يكون الناتج مش من غيره لازم يكون ناتج عن اهتمام حقيقي انك بدك تساعدي هالإنسان ليتطور مثل ما حضرتك معلمي وأستاذي وبتهتمي بالناس اللي حواليك فالأسلوب نغمة الكلام م -م. طبيعة الكلام الصوت اللي عم تستخدميه في الحكي كله هذا بيأثر هل يبين انه هذا النقد بناء او النقد هو لمجرد عداوه ما بين رجل ومراه؟ رح انتقل لمثل قصير فينا نعالجه ب هيك بسرعه، المراه بالبيت رحمه ولو كانت فحمه <applause> <applause> شو رايك انت بهالمثل؟ <applause> انا بحس انه يعني حلو بس لو ما كلمه فحمه يعني <applause> إيش بالاخر <applause> انه المراه ضروريه بكل بيت يعني الرجل يمكن بلا الإمرأة بالبيت بحس إنه ما عنده رحمة <applause> <applause> إنه إنه ما بيكون في رحمة وهذا الجزء صحيح من المثل بقى لو كانت فحمي ما بعرف من من قيمتها بالبيت ولا من لون البشرة يمكن ولا من شو <applause> إنه حتى لو كانت مش جميلة كثير إنه لازم الواحد يتخذ لحاله إمرأة لأنه بتساعده بت... تهتم له بالبيت يمكن هيك يمكن من منظار حلو. حلو من منظار حياته اليوميه حلو شوفي هالطريقه هل... اللي نظرتي فيها للمثل واللي فسرتي في المثل كثير بيعمل فرق انه انه عم تقولي حتى لو كانت ما حلوه انت هيك فكرتي فيها مم. بينما غير مراه يمكن اذا تكون سمره كثير تاخذها انه ضدها مم. انه هي انا يعني مش عاجبي ورحمي رح يقبلوا فيي فهي طريقه النظر موجهه ضد السمر هاي هلا قلتي لي ما كنت أح... <applause> لا لا كنت حبيته اكثر للمثل <applause> طريقتك انت عمل وجه احبائي المشاهدين اكيد الاستراحه رح تكون قصيره بوعدكم وبنرجع لنكمل معكم الامثال اللي فينا نفهمها على طريقتين كثير مهمه نفهمها من ونتعلم منها دروس انتظرونا رح نرجع معكم بسرعه احبائي المشاهدين بنرجع لعندكم لنتابع الحلقه المثيرة عن الامثال اكيد يمكن من الامثال اللي كثير كثير ما بنحبها هي جميله شفتها جميله جميله كثير لحد ما فتحت تمها وحكيت هيك بيقولوا يعني كيف الشكل الخارجي بتاثر كثير بيش شو المرأة بتحكي؟ ممكن المرأة ما بتنتبه لهيدا الشيء بالمجتمع العربي شو رأيك بهذا الموضوع؟ كتير كتير مهمة قلتي وبعدين في عنا أي بتأكد هالشي أنه بتقول من فضلة القلب يتكلم اللسان أنه يعني هالجمال الخارجي ما رح يغير شيء من اللسان رح يقوله لان قناعاتك وقلبك وميولك كلها راح تظهر من خلال ما ستقولين وكمان اكيد اللي راح تعمليه بس انه قد ما حطينا ميك اب وجملنا الكلمه اللي راح تقوليها نرجع لنفس الفكره الاساسيه يا اما تقتل يا اما تشفي صح. فانه شو رح استفيد انا اذا اهتميت بشكلي وانا لساني ما عم اضبطه حتى اعرف شو رح احكي للبناء وللفائده بس كمان خطر كمان وقت بنسمع هذا المثل لان بتحسي انه الرجل بلش كمان اكثر يطلع للجمال الداخلي لانه اذا هي جميله جميله نحن بنقول تزوج امراه جميله مثل قبل بسموها تروفي وايفك انه تجوز هال هالجمال الخارق اسطوره في هالاسطوره في بالجمال وبتحسي هلا عم تتغير هالنظره يعني لازم تكون جميله من الخارج ومن الداخل اكثر ويمكن جمالها الداخلي عم يكون هالايام اهم بكثير يعني يا ريت يكون بصراحه فيها الوعي عند الشباب وعند المراه اولا لان الجمال الداخلي يعني جماله لن ينضب مثل ما بيقول الكتاب المقدس في كثير من الايات تحدثت عن هالشيء الجمال الخارجي ممكن نحن مع الكبر تطلع تجاعيد يتغير طبعاً. الشكل ممكن اي حادث اسم الله يعني بس ممكن اي شيء بيصيبنا ونفقد القدره على المحافظه على الجمال الداخلي لكن جمال القلب جمال النفس ال ال الجمال الداخلي هو ما يبحث عنه الله اولا الله اولا طبعاً. والرجل الرجل بصوره كبيره جدا خصوصا في مجتمعاتنا نحن كمان الشرقي مع انه يمكن مرات بيهتموا بالمظهر لكن الرجل الشرقي يسعى الى الكمال ولما بيدور على وحده بدو شكل وقلب وعيونه ولسانه وكله على بعضه لان بده وحده كامله لانه كمان مزبوط كثير هالحكي لانه من الامثله اللي معي اياها إيش هي سواء كانت المراه جميله ام دميمه فهي ليست ذات قيمه فالدميمه توجع القلب والجميله توجع الراس تصوري فهذا هذا النوع من الرجال على شو حكم على الجمال الخارجي <applause> يعني اثنيناتهم مش كثير مهمين لانه شايفه هي اصلا دون قيمه يعني بدي اكمل هيدي الفكره لانه حكينا عن الجمال الداخلي وحكينا من منظار انه الامراه لازم تكون مسالمه ووديعة وبتحكي تأني حتى مش انه شي تفتح تمها يروح جمالها يشوفوا شي ثاني بس وديعه وهادئه لدرجه انه منطبق هيدا المثل تبع دروب زوجتك كل يوم اذا انت ما بتعرف ليش هي بتعرف ليش هذا <applause> يمكن من الأمثال اللي اللي بالفعل مخيف ما معقول يعني ضرب زوجتك حتى لو انت ما بتعرف ليه هي بتعرف ليه انه انه ليه هي بتبرر له ليه انه انه اكيد عامله شيء غلط اكيد في شيء يعني تستاهل عليه بس, علي ال... بس انه هي هل هل هي اشاره لانه لازم تكون خاضعه بكل شيء لازم تكون قبلانة على كل شيء وانت شو ما عملت انت اللي صح يعني لا خلينا نقول لا هذا لا يبرر هذا لا اصلا هيك مثل يعني خاطئ مع احترامي للي وضع انا بقول اللي وضع هالمثل كان عم يمزح تخيلوا نقول حالي منا لانه مزبوط نحن <تصفح> عم نشدد على الوداع عم نشدد على التهذيب عم نشدد على اللسان يكون جميل لانه جمال اللسان خاصه انه في فيها الامراه يكون لسانها يمكن صليط اكثر من الرجل <applause> يعني انا بتراقبة بالمجتمع، الإمرأة فيها تجاوب زوجها بطريقة تجرحه أكثر من 600 قتلة أو ضرب <applause> هو رح نرجع على الإساءة اللفظية طبعاً ما بين الـ 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 الإمرأة والرجل إيه يعني إنه شيء شيء عادي ويمكن المرأة لأنها تفقد أعصابها بصورة أسرع لأنها شاعرية كثير لأنها حساسة كثير فممكن تفقد السيطرة على العصابة ولهذه اللسانة يبتدي يتلفظ بأمور ما بتقدر تسيطر عليه بس كمان نرجع للفكرة اللي أنت طرحتيها حضرتك لأن قلتي أنه الخضوع والوداع وهي. هل معناته أنه هيك لا مش هيك تنضربي وتقولي يلا أنا أيه السبب لا مش هذا هو الخضوع أصلا الكتاب المقدس بيعلمنا يعني بوضوح أنه يعطينا فكرة خاضعين بعضكم لبعض هاي مين مش بس النساء للأزواج طبعا كلنا نحن انت وانا خاضعين بعضكم لبعض الخضوع هو الاتفاق على الوداع على اسلوب معين في في الحياه تفاهم كمان تفاهم هو هو بالاتفاق هو انا من نفسي بقبل انه اتواضع قدامك لان انا بحبك صح لان نحن بدنا نكمل المشوار مش لان انت جبرتيني وبدك الخضوع بالسلطه او بالقوة اكيد في عنا شويه امثال بيحطوا بشكل متواصل <applause> اسم المراه ما اسم الشيطان بعدة أمتين <applause> أيه. يعني إذا إذا حكمت المرأة في مكان كان الشيطان رئيسا للوزراء في <applause> بس إيه. قولي قولي كمان إنه إنه هاي مش من تقاليدنا نحن بس ولا من من, من إيه إنه من من, إيه من, من الأمثال الألمانية إسبانية بولونية هندية النساء حبائل الشيطان بحطوا إنه إنه المرأة إذا كانت كثير في غضبانة هيك بتصمت إذا صمتت خمس دقائق بتكون قاعدة عم تشاور الشيطان والشيطان كمان عم يجرب يهدي لها يعني كمان هلا ما رح نقول نحن ما بنوافق مع هالامثال اللي هي كثير متطرفه كثير في منهم بيقول لك قبل ما ينخلق الشيطان انخلقت المره ولا بنهار انه في اشياء يعني مزبوط. اول ما بتقريها بتقولي انه هذا اكيد غير مؤمن اللي كتبه لان لان يعني افكارها يمكن شيطانيه وأنا بتخترع اشياء للانتقام ما بعرف بتحس الامراه يمكن عن جد خلينا نعترف انه اوقات عندنا افكار هيك شوي للانتقام اكثر من الرجل يمكن الامراه بتسامح اقل ما بعرف ما بتحسي يمكن الهم الهم مصدر بس في مصدر لان في بس مش لهالدرجه تمام بس هل انا انا اللي بدي اقول انه ما رح اتفق انه لا. النساء حبائل الشيطان لكن ممكن للمراه لان تنساق يمكن اكثر للمشاعر من من غير تحكيم العقل وهذا هذا ضعف عند المراه لازم نعترف فيه ولازم نعالجه صح انا ما بس رح اعترف وضل هيك قاعد يقول انا ضعيفه وانا ما قدرت نو no. المفروض انه اعرف نقطه ضعفي احكي فيها ركز عقلي واتصرف حتى اتغلب على نقاط الضعف طبع. ابتدي حكم العقل اكثر بس مثلا يعني نموذج الملكه ايزابيل في الكتاب المقدس صح امراه وصفت بالكتاب المقدس انه كانت شريره, شريرة. شريره بالفعل بالشار. الخطه اللي اعطتها لزوجها حتى ينتقم فيها من انسان اللي... رفض انه يبيع كرمه لاله يعني بحذلت يعني له حياته يعني 100 رجال ما بفكر فيها انه هيدا يمكن يمكن ما مش هيك عم اقول لك انه اوقات هالأشياء أه هل هل الصغيره او هالأمثال امثال بتخلينا نقول انه عن جد لازم نروق اعصابنا انه امراه قادره انه يمكن تحطم أه الشخص الثاني او جارتها أكيد. او جوزها او حدا اذا فكرت بخطط انتقاميه بس عن جد مش لازم او يعني واذا ابتعدت عن طريق الله طبعا نحن يعني لانه أكيد, اكيد الشر طبعا نساء العالم اللي منساقات وراء العالم وما بيعرفوا كلمه الله وما بيصلوا وما بيطلبوا مشوره الله اكيد رح ينحرفوا الى طريق الشيطان مش بس المراه طبعًا. اي حدا من عنا طبعا امثال بتحكي عن الامراه او الخيانه مع انه انا فاكرة انه الرجل خائن اكثر دخلي <applause> بس تقوله انه بالخل. ما تامن للامراه او مهما كان البحر خائنا الامراه اكثر خيانة <applause> <applause> شو انا هي بحس المثل لازم يكون للرجل هلا هي هو الرجل يمكن مع يعني مراعاتنا لمشاعر الرجال ونحن ما بدنا نسيء لإله لكن خيانه المراه لان كمان نرجع على هالصوره المثاليه للمراه لازم ما تكون. اكبر يمكن اكبر من خيانه تعتبر يعني اهم اي من من منطلقات عديده طبعا وما رح نحكي هلا فيها لكن المراه كمان بيخافوا منها وبيهابوها لان لا تروح تغدر بيهم لا تروح تخونهم لا تروح ما تحفظ الامانه م. في ناس هيك في نساء هيك بس في نساء احلى بكثير من هيك طبعاً, طبعا يعني انه انا اليوم عم اقول لك عن امثال من الكتاب المقدس لان لان الكتاب المقدس نحن بنؤمن بيطمنا بيريحنا وكمان انه بيعطيكي ميزان بيذكر م. السيئين وبيذكر ايضا الابرار والصالحين صح, صح فانه مثل للامانه والاخلاص رعوث ونعمي هلا قصه رعوث ونعمي رعوث كانت متزوجه ابنة لنعمي صح. وكانوا مهاجرين في بلد آخر بس حتى ما أخذ من وقتك لا بالعكس توفى الزوج وتوفى الحما وفضلت الكني مع ما كنات كنات الاثنين راحوا رجعوا قالت لهم يا كناتي روحوا رجعوا أنتوا وأنا رح أرجع عند عشيرتنا لأن هني بدهم يهتموا فيه ما عندي أولاد حتى يديروا بالهم على فأنه وحدي من الكنات قالت لا وين ما بتروحي بيجي معك وين ما بتموتي مانوكي. رح موت معك شو ما بتعملي رح اعمل طبعا انه وتصوري هالعلاقه ما بين الاخلاص ما بين مين مش زوج وزوجه ما بين حماتة و... حماتة حماتة والكنة يعني يعني هلا ما بدنا نكبر نحن الموضوع بس في كثير نحن عم نحكي عن المشاكل ما بين الكني والحما صح بس هيك نموذج انه بدرجه من الاخلاص والامانه والتفاني والرعايه اظهرته الكنه الى حماده اكيد هلا في كثير كثير امثال مثل ما حكينا عن المراه جاها بنت وما اجاها بنت مهم. ومربى البنات مربى خساره وهدول لا اكيد احنا كل اللي كل اللي عم يسمعونا كل اللي عم يسمعونا بيعرفوا انه هدول كلهم غلط وما بقى يمشي <applause> بهالايام بس اكثر شيء بدي شدد على مش امثال بس اقوال من الكتاب المقدس اللي العالم بتستعملها بطريقه غلط و يعني أنا بعرف أنا أوقات كثير بالكنيسة بنفس الكنيسة تبع اللي اللي زملائي أه. بالكنيسة أو الأخوة بيستعملوها أوقات، أه. وأنا وقاعدة يعني، أه. اللي هي موجودة بكورنثوس الأولى 14 24 اي أه. اللي كلنا بنعرفها، بيقول فلتسقط نساؤكم في الكنائس. أه. لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن. أه. وبمطرح ثاني بيقول: "لست آذن للمرأة أن تعلم، ولا تتسلط على الرجل بأن تكون في سكوت". يعني هل خلينا نقول مثلين مش مثلين يعني هل ايتين بالكتاب المقدس كثير بينفهموا غلط كثير ومعك حق بهالشيء لان نحن بناخذ الشيء ال المكتوب ما بنفهم الجو اللي كان الجو اللي قيل فيه هذا الكلام يعني هل ايتين اللي انت حضرتك ذكرتيهم المفروض انه نرجع لدراسه الكتاب المقدس نعرف النساء في كورنثوس شو كان وضعهم؟ ما كانوا مثقفات كان, كان عندهم دول. كتير نميمة نميمة عدم الحشمة صح. في مشاكل كتير كانت في العلاقات ما بين الأزواج صح. كانوا محتاجين إلى تنظيم فلهذا الرسول وصى أنه هالأشياء المفروض أنه يلتزم بها لكن اكد اكثر على انه ضروره انه تتعلم المراه من صح. الرجل، لان المراه الاجنبيه كانت ومع ما يقصد فيها المراه اللي نشات عارفه الكتاب وعارفه التعليم هدول الامميين اللي اجوا على الكنيسه، فالامميين ما بيعرفوا اي شيء والمراه جايه من حضاره مختلفه وبدها تفرض وضعها وحالها على مجتمع، فكان لازم يحدهم ويعطيهم ارشادات. بشكرك كتير على الحلقة الكتير قيمة أحباء المشاهدين أكيد لسانك حصانك وانتبهوا على الصفات يعني اللي عم نفرجيها للناس حتى نكذب القول بالفعل بنشوفكم بحلقة جديدة من برنامج سيداتي أنساتي